بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه الاحباء، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في مقطع فيديو كده يا جماعه استرعى انتباهي بشده، يعني مقطع الفيديو ده تم تصويره بداخل احد المساجد. انا ما اعرفش المسجد فين، ولكن يعني واضح كده من اللبس اللي حضراتكم هتشوفوه على حد معلوماتي يعني انه ممكن يكون في دوله من دول الشام، يعني سوريا، لبنان، الاردن، حاجه زي كده. وبرضك لو في حد عنده معلومة عن هذا الفيديو يعني برضك يصوب لي المعلومة أو يصححها لي إذا كنت مخطئ، أو يأكدها لي ويحدد لي الدولة فين بالظبط. بقطع الفيديو ده زي ما قلت تم تصويره داخل أحد المساجد. في شاب بيرفع الأذان، بيرفع أذان الصلاة، وحواليه عدد كبير من القساوسة رجال الدين المسيحي، يعني داخل المسجد، موجودين داخل المسجد بالإضافة لبعض رجال الدين الإسلامي يعني موجودين، ولكن ده داخل المسجد أثناء رفع الأذان. يعني أحد الشباب شافوه بيرفع الأذان ورجال الدين المسيحي دول موجودين داخل المسجد. هل ده يعني دي احتفالية ولا هم موجودين على سبيل الزيارة، زيارة المكان طبعا يعني أثناء إقامة الصلاة أو أثناء رفع الأذان؟ أنا برضك مش فاهم بالظبط يعني ملابسات الموضوع ايه. ده شيء طبعا شيء يعني مش وحش طبعا ان يكون في طبعا اواصر من المحبه بين المسلمين والاخوه المسيحيين، طبعا ده حاجه يعني جميله جدا وشيء انا شايف ان هو يعني شيء كويس وشيء رائع، ولكن انا بس عاوز اعرف فين المكان ده، اذا كان حد عنده اي معلوميه او خلفيه حوالين المكان ده، فين اللبس اللي لابسه رجال الدين المسيحي، يعني هل هو فعلا في دولة من دول الشام ولا في دولة اخرى. يعني هعرض لحضراتكم دلوقتي الفيديو برضك ايه يعني نتناقش مع بعض من خلال التعليقات. زي ما قلت لحضراتكم مقطع الفيديو ده داخل احد المساجد وهناك شاب بيرفع الاذان، اذان الصلاة، وعدد كبير من رجال الدين المسيحي موجودين داخل المسجد. ايه طبيعة بقى وجودهم؟ هل هم موجودين مثلا على سبيل اجتماع مثلا مع رجال الدين الاسلامي، مناسبة دينية معينة، بيتبادلوا الزيارة، الله اعلم ايه القصة. هعرض لحضراتكم دلوقتي المقطع ونتناقش مع بعض في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله.